أما الزهراء سلام الله عليها فإنها تقول في خطبتها: هذا والرسول لما يقبر والجرح لما يندمل. يعني لا زال رسول الله على ساجة المغتسل تقلبه يد أمير المؤمنين، والقوم قد اجتمعوا في سقيفة بني ساعدة مؤامرة: أسرعوا منذ غاب أحمد للغدر وخافوا عواقب التأخير، لست تدري لم أحرقوا الباب بالنار، أرادوا إطفاء ذاك النور لست تدري ما صدر فاطم، ما المسمار، ما حال قرطها المنثور. بعد خلصت مصائب فاطمة قال: لا أكثر، ما سقوط الجنين، ما لطمة العين، ما حال ضلعها المكسور. تدري لما سقط المحسن من بطن أمه كم كان عمره؟ يقول الرواة كان عمره 6 أشهر. تدري يعني شنو 6 أشهر؟ انت تعرف هاي المعلومة الطبية، أن الطفل أو أن الجنين تلج الروح فيه بعد أن يتم 4 أشهر في بطن أمه. صحيح، 4 أشهر إذا أتمها تلج الروح فيه، يعني يبدأ النبض في القول يشتغل. المحسن كان عمره 6 أشهر، يعني صار إلى 2 شهر قلبه ينبض، يعني على قيد الحياة. ولذلك ينقل أنه لما سقط من بطن أمه كان يرفرف كأنه الطير المذبوح. شايف الطير المذبوح شلون يرفرف حتى تخرج روحه منه؟ هكذا كان حال المحسن هذا وقد أغمي على فاطمة، ما أفاقت إلا وفضة واقفة على رأسها، قالت: فضة إليك فخذيني وإلى صدرك فسنديني، فقد أسقطت ما في أحشائي من حمل. لكن فضة أين علي؟ ما شوف علي، وين علي؟ قالت: سيدتي لقد خرجوا بعلي. خرجوا بعلي؟ شلون طلعوا بعلي؟ معقولة يخرجوا بعلي؟ هذا البطل المقدام، هذا الهمام، هذا البطل، هذا الصمصام، هكذا يخرجوه؟ قالت: إيه نعم. قالت: زين صفي لي حالته، شلون طلعوا بعلي؟ لما أخرجوا به أنا مغمى علي، ما أعرف شلون طلعوا، لكن أنت شفتين شلون يطلع، صفي لي عليا. قالت: سيدتي الله لشفتي حال حلال المشاكل، الله لو شفتي حلال المشاكل، ليث الحروب برقبته حطه وحمايل، يمشي بطاعتهم ودمع العين سايل، صاحت تتشي للقلب فارق سلوه، إن كان طلعوا بالوسق ومطلعيني. سيدتي فاطمة وين تطلعين؟ أخاف مو ملتفتة إلى نفسك. زهراء انظري هذه الدماء تشخب من جوانبك، أضلاع تكسرت، جنين مسقط. يا زهراء يا فاطمة المسمار نبت في صدرك، وين تقومين؟ ما تقومين يا زهراء، ما تتمكنين. قالت: لا، كل ذلك يهون، حتى ولدي، حتى جنيني نسيته، لكن أريد أروح خلف علي. خذيني يا فضة وحيدر الكرار شوفي، خبريه عن حالي وعن ضيم طحت بي. صاحت: يا بنت المصطفى حيدر مشوا بي، وقلبه على جمر الغضل أجلج تطوه، تقلها ان كان طلعوا بالوسيق ومطلعيني، انا نسيت العصر بالباب وتسقط جنيني. قوموا نروح القبر جدكم يا بنيني، ارد اخبر بينا الدهر بعد ايش سو. وخرجت الزهراء
وصلت إلى المسجد وما رجعت إلا ويدها في يد علي. دخلت إلى الدار، بدأت العلة تزداد على فاطمة يوما بعد يوم، حتى ثقل حالها، حتى صارت ما تنقلب جنبا عن جنب، حتى تنادي آه وضلعا، آه وعيني المحمرة، واجني عيني المسقط. بس هذا متى عاد؟ هذا عندما لا يكون علي في الدار. إذا علي خارج الدار الآهات عند الزهرة، لكن إذا كان علي في الدار حبست آلامها وأوجاعها، ما تريد تكسر قلب أمير المؤمنين. إلى أن وصلت إلى حالة بعد ما تتمكن تحبس الآلام، علي في الدار وهي تنادي أوه. هذا وعلي يسمع صوتها، ما تمالك حتى جاء وجلس عند رأس فاطمة. فاطمة ما هذه الآلام؟ زهراء ما هذه الأوجاع؟ إش زايد عليك اليوم يا زهرة الوجي؟ بطلي ونينك ذاب قلبي لا تون، يم الحسن بطلي الونين وجاوبيني. شوفي يا ولادك بالبواج مذوب. صاحت يا حيدر فرقاو بينك وبينك، بوداعت الله مسافرة عنك يا بح. لا يا فاطمة لا تقولي هذا الكلام، زهراء ما نتحمل فراقك، أطفالك صغار يتامى محتاجين إليك يا فاطمة. لا لا إن شاء الله تقومين بالسلامة. قالت لا يا علي من هالمرض ما شوف، يا حيدر سلام زوج عقب عيني يا ابو حسين بأمان. بس هالله هالله عقب عيني بهاليتا سكن بواجيهم ونشف دمعة واجمع اصحابك عقب موتي وجهزوا طلعوا الجنازة بليل خفية وادفنوا واللي كسروا وضلعه وبالباب عصره. لا يحضرون جنازتي يا مشيد. لما يا فاطمة؟ قالت ما قصروا يا مرتضى رضوا وضلوا ويلي ولليوم من ضرب الرجس ما سكنرا. وبعدي على المختار ما نشفت دمو طبلي ولطمني فوق خدي ومحجر. هذا وعلي يسمع وصايا فاطمة والدار هادئة ما فيها إلا علي وفاطمة، وراس فاطمة في حجر علي ودموع علي تتقاطر على وجنته. هذا وصوت الزهراء يخفت شيئا فشيئا بينما هما على هذه الحالة، وإذا بصوت طفلين صغيرين يبكيان خارج الدار. استأذن أمير المؤمنين من الزهراء وقام فتح الباب، وإذا هذا الحسن والحسين وهما يبكيان. ها أولادي لما هذا البكاء؟ قال يا أبا إن أمنا فاطمة أمرتنا أن نذهب إلى مسجد جدنا رسول الله، فتوجهنا إلى مسجد رسول الله. لما اقتربنا من باب المسجد وإذا بصوت من السماء وقائل يقول ها قد وصل أيتام فاطمة.
فخشينا أن أمنا فاضت روحها. قال لا يا أولادي أمكم موجودة على قيد الحياة. أدخلهما أمير المؤمنين ارتميا على صدر أمهما، أخرجت يديها وضمتهما إلى صدرها. هذا وعلي ينظر إلى هذا الموقف ودموعه تسيل على خديه. التوفية راح تسمعها غدا، لكن أنا أنقلك إلى لقطة أخرى، موقف آخر، مشهد ثاني. الزهراء في هذا الموقف ضمت الحسن والحسين إلى صدرها. السؤال يا شيعة، هل هذه المرة الأخيرة التي ضمت الزهراء الحسنين إليها؟ لو في بعد مرة أخرى ضمت الزهراء الحسنين إليها في موقف آخر غير هذا الموقف لو لا؟ إيه نعم، اسمع أمير المؤمنين ماذا يقول. يقول لما وضعت فاطمة على ساجة المغتسل وانتهيت من تغسيلها لففتها في كفنها، ثم ناديت على أولادها هلموا وتودعوا من أمكم. فجاء الحسن، جاء الحسين، الحسن إلى جانب ينادي أمه أنا فاطمة، أمه أنا ولدك الحسن كلميني. الحسين ينادي أمه فاطمة أنا عزيزك الحسين كلميني. هذا وعلي ينظر يقول أمير المؤمنين وحق العيش أو وحق العيش الذي عاشه رسول الله أن فاطمة حنت وأنت وأخرجت يديها من كفنها وضمت الحسنين إلى صدرها. ضمت ولديها إلى صدرها هذا وهي ميتة. ما تمالك أمير المؤمنين حتى انفجر بالبكاء والعويل، وإذا بالصوت من السماء يا علي نحي الحسنين عن أمهما فقد أبكيا والله ملائكة السماء. ضج في السماء من الملائكة بكاء وعويل على هذا الموقف. ويل ونادى الوصل ممدوح بالسبع المثاني، انتي يا زهرة والنبي كنت أركاني. وهسا انهدم يم الحسين ركني الثاني، جدد علي الحزن يا ست النساء، لكن خبري يا بوك المصطفى باللي جرى وصار من غصب حقك والجزل والباب يا ويلي والباب والنار. خبريه عن حالي وخبر بهجمة الدار وبلغي سلامي المصطفى خير النبي.